السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبخير وبصحة وسعادة وسلام ان شاء الله. فيديو جديد عن من ضمن يعني الفيديوهات الخاصة بسلسلة مراجعة المكملات الغذائية. الفيديو ده للناس اللي بتعاني من النحافة، الناس الرفيعة، الناس اللي فعلا يعني او المشكلة دي انا واجهتها يا جماعة، موضوع ان انت تبقى رفيع وعايز تزيد وجسمك يبقى فيتنس يعني وكويس. تعالى كمل الفيديو ده للآخر وان شاء الله بإذن الله هتستفيد وهتعرف قيمة المكمل اللي هتكلم عليه، وهو السيرياس ماس زي ما انتم شايفين في العنوان. ايه السيرياس ماس؟ ومين اللي مصنع سيرياس ماس؟ وقول لنا بقى ايه السيرياس ماس؟ السيرياس ماس بقى يعتبر من افضل المكملات واحسنها واكثرها جودة في زيادة الكتلة العضلية بالنسبة للناس اللي بتعاني من النحافة. مين الشركة اللي بتصنع سيرياس ماس؟ شركة اوبتيمم نيوتريشن، تعتبر من اشهر شركات صناعة المكملات في العالم، بل ممكن تكون الرائدة او نمبر 1، لان هي بتصنع مجموعة من المكملات المشهورة جدا جدا جدا، من ضمنها الكرياتين، من ضمنها سيرياس ماس، من ضمنها الواي بروتين جولد ستاندر والكازين والهايدرو واي. دول اشهر اربع خمس مكملات لشركة اوبتيمم نيوتريشن، معروفة يا جماعة شركة اوبتيمم نيوتريشن. ماشي، نخش. احنا قلنا مين اللي استخدم سيرياس ماس؟ الناس اللي بتعاني من النحافة زي ما قلنا. ايه سيرياس ماس ده؟ ايه كان ايه الاكشن بتاع السيرياس ماس؟ او السيرياس ماس ده ليه؟ او ايه الفرق بينه وبين بقيه المكملات؟ سيرياس ماس زي ما قلنا بيستخدم للنحافه، لان الناس اللي بتعاني من النحافه عندها معدل حرق عالي جدا جدا جدا، فهو فيه سعرات حراريه كتير. طبعا هبدا لكم بالنيوتريشن انفورميشن، وده استكمالا للي انا بشرحه. طبعا النيوتريشن انفورميشن دي معلومات القيم الغذائيه، يعني سيرفنج سايز او عدد السكوبات اللي المفروض اخدها في اليوم من سيرياس ماس. خمس سكوبات، خمس سكوبات، لازم تاخد خمس سكوبات. وهقول لك ليه. مش توفير ان انت الشركه تقول لك خد خمس سكوبات يبقى انت هتوفر تاخد اربعه وثلاثه، لا. مغزى السيرياس ماس او اي الجينرز او الماس جينرز، المكملات اللي بتدي كتلة ووزن، ان هي يكون فيها سعرات حرارية كتير، فاطول فترة ممكنة في اليوم جسمك يكون متشبع بالسعرات الحرارية. ليه؟ لان انت عندك الحرق عالي. طيب انت الحرق عندك عالي، دي مشكلة خاصة بيك انت. لو الحرق عندك عالي وجسمك ما فيهوش سعرات حرارية، هيضطر اسفا ان هو يخش على الجلايكوجين ويخلصه اللي موجود في الكبد والعضلات، خلص يخش على الاحماض الامينية واللي موجودة في العضلات ويكسرها ويحولها لجلوكوز، او ويستخدمها كطاقه في بقيه الايه العمليات. انا عامل حلقتين او ثلاث حلقات عن الزياده العضليه وايه المكملات اللي استخدمها في الزياده العضليه، دور عليهم وهتلاقيهم في الفيديوهات اللي فاتت. لكن نخش على الايه، نكمل بس موضوع السيرياس ماس. خمس كوبات من السيرياس ماس، الخمس كوبات وزنهم 250 جرام على مدار اليوم، يبقى انا باخد من السيرياس ماس حوالي ربع كيلو يوميا. بيديني ايه بقى السيرياس ماس ده بقى؟ اولا الطاقه او الكالوري، كام كيلو كالوري او كام كالوري في الخمسه سكوب او 250 جرام سيرياس ماس؟ 1174 كيلو كالوري او كالوري في الجرعه او السيرفنج بتاعت السيرياس ماس. طبعا ما بيديني اكتر من 1100 سعر حراري، زائد ان انا باكل لي 3 4 وجبات في اليوم، بفطر مثلا وباخد سناك وبتغدى وباخد سناك وبتعشى وباخد سيريس ماس على مدار اليوم. فده بشكل كبير بيخلي جسمي متشبع بالسعرات الحراريه. فانا لو بعمل عمليه بناء عضلي، سيريس ماس بيديك 80 جرام بروتين، الخمس سكوبات بيدوك 80 جرام بروتين، زائد الاكل بتوصل لاكتر من 120 130 جرام بروتين. ففعليا انت لو بتاخد سيريس ماس وماشي على اللي انا بقوله، هتاكل 3 4 وجبات وخمس سكوبات في اليوم، انت وزنك هيزيد بالتدريج لو انت فعلا بتزود عضل وبتروح الجيم. يبقى كمية البروتين اللي موجودة في السيرياس ماس 80 جرام بروتين في كل في الجرعة كاملة اللي هي الخمسة سكوب، يبقى 1174 كالوري 80 جرام بروتين. نخش بقى على ايه كمية الكربوهيدراتس. كربوهيدراتس موجودة في السيرفينج بتاعت السيرياس ماس 191 جرام كربوهيدرات، تقترب من 200 جرام كربوهيدرات. طبعا الكمية بتاعت الكربوهيدرات كبيرة وبتدي سعرات حرارية كتير، فزي ما شرحت وقلت كمية الكربوهيدرات والسكريات في السيرياس ماس او الماس جينرز او المكملات اللي بتزود الوزن كتيرة علشان خاطر تقلل من معدل حرق الجسم للعضلة. تمام، خش بقى على الفات عشان خاطر هو فيه فات كتير. طبعا ده مش مناسب للناس اللي بتنشف يا جماعة، ما تتفرجش على الفيديو ده.
اخر الفيديو هقول لكم على حاجه مهمه بالنسبه للناس اللي عايزه تشتري السيريس ماس، فكملوا معايا الفيديو للاخر. تمام، خش على الفات بقى. ساتيوريت فات 3 جرام، مونو فات 5.3 جرام، بولي 304 من 10 مللي جرام، كوليسترول 95 مللي جرام، برضو حاجه لا تقترب من جرام كوليسترول في الخمسه سيرفنج، ترانس فات زيرو، ما فيهوش ترانس فات. خش بقى على الحاجات المهمه. طبعا المكونات بتاعت المكملات الماس جينرز يا جماعه مليانه حاجات كتير غير الواي بروتين او غير النايترو اللي انا شرحته او الواي بروتين او الكلام اللي انا هشرحه فيما بعد، فهتلاقي المكونات كتير كتير جامد يعني. فايبرز كل سيرفنج او كل 5 سكوب بيحتوي على 3 جرام فايبر، دي حاجه كويسه وجميله. صوديوم 434 مللي جرام، نسبه عاليه شويه لكن علشان خاطر برضو الصوديوم مهم بالنسبه للناس اللي بتعاني من النحافه يا جماعه، بيبقى عندهم نقص في النيوترينتس، بيبقى عندهم نقص، ناس عندها انيميا وناس عندها نقص معادن ونقص فيتامينات ونقص يعني دي الناس اللي بتعاني من النحافه. تمام، نخش على ايه بقى السوبر امينو ماتريكس او الامينو اسيدز اللي موجوده في السيريس ماس على هيئه بروتينز. خش على اول حاجه كرياتين. طبعا يا جماعه مفيش حاجه اسمها ماس من غير كرياتين، الكرياتين بيساعد على الضخامه العضليه لان الكرياتين في ميكانيزم تاني ابقى اشرحه فيما بعد، ان هو بيكون ميه حوالين العضله، لكن الميه دي ما تبقاش لوحديها، الميه دي بتبقى بتجمع حواليها مغذيات فبتغذي العضله. تمام، خش على 10 مللي جرام كرياتين، قصدي 10 جرام كرياتين في الجرعه كامله، جرعه السيريس ماس كلها الخمسه سكوب فيها 10 جرام كرياتين، ودي جرعه مناسبه جدا جدا جدا، وهتلاحظ قوتها لما تاخد السكوبز يعني. تمام، الليوسين برضو من ضمن الاحماض الامينيه اللي بتكون جزء البروتين 2 جرام، تورين بيساعد على التركيز وبيزود الكفاءه والقدره 2 جرام، جلايسين حوالي 2 جرام برضو، او الانين ده من ضمن برضو الاحماض الامينيه اللي بتزود الكفاءه والقدره العضليه، وهشرحه كمكمل لوحده تاني، وبيساعدك جدا جدا في التمرين، وبيتحط على المكملات البري ورك اوت لكن مش موضوعنا. الايزوليوسين برضو 10 جرام او 10 مللي جرام، الجلوتامين 10 مللي جرام، والليفالين 10 مللي جرام، ودي مجموعه الامينو اسيدز اللي موجوده في الايه. طبعا يا جماعه النيوترينت فاكتس او النيوترينت او النيوتريشن انفورميشن اللي مكتوبه على العلبه انا بقولها لكم وبشرحها لكم بالنسبه للناس اللي مش عارفاها، يعني انا بوعيها للموضوع ده. خش بقى على الانزيمز، انزيم البابين 100 مللي جرام. طبعا يا جماعه السيريس ماس زي ما احنا عارفين الناس اللي بتعاني من النحافه فقد الشهيه بالنسبه لها بيبقى سهل، فالسيريس ماس بيبقى فيه مجموعه من الانزيمات اللي بتساعد على الهضم، فده بيحسن من عمليه الايه الهضم. دي معظم المكونات بتاعه السيريس ماس. زي ما قلت السيريس ماس من ضمن المكملات المهمه اللي بتساعد على زياده الوزن، بترمي معاك وزن كويس لو انت بتضخم. الناس اللي بتنشف او عايزه تعمل عضله صافيه ما تاخدش سيريس ماس، تستعمل واي بروتين. الناس اللي بتعاني من نحافه سواء البنات او مناسب للاثنين. شروط ان انت تاخد سيريس ماس لازم تشرب 3 لتر ميه في اليوم، لازم تكون بتتمرن، ما ينفعش تاخده على وانت من غير ما تتمرن، لان هتكلم العلاقه بين الضخامه العضليه او نمو العضلات والتمرين والتغذيه، 3 فاكتورز مع بعض كده ان شاء الله هعمل حلقه عنه. بالنسبه للناس اللي عايز تطلب سيريس ماس، متجر محترفين مكملات في جده، لو حد عايز يطلب عن طريق مفيش اي مشكله خالص، ويكلمهم اكتب بس في سيرش عندك محترفين مكملات بجد، كلمهم وقول لهم انا طرف دكتور اسلام فرام، وان شاء الله يعملوا معاكوا الواجب وخصم محترم وجميل يعني، وهم ناس معاملتهم راقيه ومحترمين. اتمنى الناس لو مستفيده من الفيديو تعمل سبسكرايب، تعمل لايك وتشير، وتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير.